من البوز. الجهاز اللي جوه ده جهاز حذف قصف القنابل، يبقى واحد نام على بطنه ويبص من الجهاز ده. بص الجهاز ده كده على الارض، ومن تحت يبص من تحت، ويقدر يحسب سرعة الريح مع سرعة الطيارة مع المكان اللي هتخش في القنبلة ترمى عليه فوق. عملية يعني جهاز تنشين حذف قصف قنابل. كل الأجهزة اللي انت شايفها دي محطوطة فين في البوز؟ طب الطيار فين؟ وده صاروخ الطيار اهو، الطيار يبقى قاعد هنا فوق اهو، وبتاع القنابل قاعد تحت هنا، كل شروط قاعد هنا بيقيس الأماكن وبيحدد ويرمي من هنا. دي البي 24 دي. بتيجي تبص عليها معموله بطريقه متينه قوي، طريقه سنكره ومش معقده يعني. الكلام ده قبل ما النفاثات تطلع.